الرحمن الرحيم طلاب صف الثالث متوسط الدرس الثاني ان شاء الله اليوم راح نبلش به ضمن آه سلسلة الدروس التعليمية صف الثالث متوسط واكيد طبعا لمدارس المتميزين والمتميزات اكيد بعدنا بشابتر نمبر ون اللي يحكي عن موضوع اللي هو ستراكشر في هذا الإكسرسايز What is the electron's كلود عرف السحابة الإلكترونية السحابة الإلكترونية اللي كانت آخر نموذج كان مقترح اللي هو في العصر الحديث define الكترون كلود اللي تعريفه the space around the atom where the electron is likely to exist يعني هي المساحة التي تحيط بالذرة ومحتمل وجود الالكترون في قد يكون الكترون او اكثر question number 9 what are the most important hypotheses of modern atomic theory ما هي اهم النقاط التي اشارت اليها النظريه الحديثه او النظريه الذريه الحديثه جواب نمبر 1 the atom consists of control nucleus surrounded so, by the, by electrons with different energy levels. الذره تحتوي على نواه مركزيه تدور حولها الالكترونات طبعا بمستويات طاقه مختلفه. Number 2 the electrons revolve around the nucleus. الالكترونات تدور حول النواه at a distance far from the energy level بمستويات طاقه طبعا متباعدة تختلف بالبروبرتيز عنها by numbers that are not equal to zero and denoted by the symbol n ممكن أن يرمز لها هذا هذه المستويات الطاقة بالرمز n وأكيد n لا تساوي صفر مثل ما نشوف هسه هنا بالمخطط البياني هذا الرسم شيء يوضح لي؟ يوضح لي هنا أنا عندي ال n مثل ما نشوف هنا أنا n ممكن is equal 1 is equal 2 is equal 3 4 5 6 and 7 اوكي وكلما ابتعد الالكترون عن النواة الطاقة ستزداد In increasing energy atoms absorbs energy هنا الالكترون كلما ابتعد عن النواة ستزداد طاقته يعني هنا اذا اجانا خيارات ايهما اكثر او اعلى طاقة هل هو n is equal 1 or n is equal 6؟ اكيد هنا n is equal 6 هو راح يكون اكثر طاقة بالنسبة للمستويات المتبقية وأكيد الـ N uh, اللي 5 أقل 4 أقل 3 أقل والـ 2 أقل واحد هو الـ 1 Exercise Which one of the following has high energy level من هو المستوى الأعلى طاقة من الخيارات التالية First energy level Second energy level or third energy level or fourth energy level اكيد مثل ما اخذناها انه تزداد طاقة الليفل بزيادة رقمة يعني اقل واحد هو الفيرست وعلى واحد هو الفورث مثل ما نشوف هنا بالمخطط هذا شيء مثل المخطط هنا اللي نشوفه ممكن هنا يمثل لي شوف هنا أنا اولا اولا اذا عندي المستوى الطاقه الاول مستوى الطاقه الاول مثل ما نشوفه هذا هنا أنا عندي هذا مستوى الطاقه الاول اللي هو ان از ايكوال 1 فقط عندي اس 1 اس اللي نقصد بهذا شوف ان از ايكوال 2 يعني هنا أنا مستوى الرئيس الثاني هذا مستوى رئيسي ثاني هذا اللي بعده مستوى رئيسي ثالث هذا مستوى رئيسي رابع اللي يهمنا احنا بدراستنا هذول الاربعه كلش مهمين في صف الثالث متوسط لذلك لو نشوف على جهه اليسار الجريزنج انرجي شوف شلون تزداد مستويات الطاقه الى الاعلى بالشكل من هذا شو نلاحظ انه اذا كانت عندي الان از ايكوال 1 نجي هنا نشوفها يعني عندي فقط 1 s اكيد كل اس تاخذ الكترونيا وعندي هنا ال n is equal to عندي s و p اذا عندي 3 عندي s وعندي p وعندي d واذا 4 عندي s وعندي p وعندي d وعندي f يعني رقم المستوى الرئيسي ممكن نقدر نحفظ من عند المستويات الثانوية إذا مستوى الرئيسي الأول عندي فقط مستوى ثانوي واحد اللي هو الاس اذا مستوى رئيسي ثاني عندي مستويات طاقة ثانوية اثنين هي الاس والبي مثل ما شفنا هنا اذا مستوى رئيسي الثالث يحتوي على ثلاثة مستويات هو اس و بي اذا مستوى رئيسي رابع عندي اربعة مستويات اس و بي و اف هذا ضروري نتعلمه شبابنا الحلوين راح نبلش بموضوع شرح المستويات الطاقة الرئيسية والثانوية خلي بالك يا مو انتبه لي هسه اولا راح نخلي المستويات الثانوية اللي هي اربعة معروفة الاس والبي والدي والاف اذا نسميه المستويات الطاقة ثانوية لكل مستوى ثانوي عدد من الاوربيتالات مو تحفظة شلون يعني طبعا اعداد فردية اولا الاس اوربيتال واحد البي ثلاث اوربيتالات الدي خمس اوربيتالات 1 2 3 4 5 الدي راح ارسمه بهالشكل 1 2 3 4 5 6 7 ولو الرسم يعني مو هالقد بس يمشي الحال اوكي الاس هنا على بي 2 هذا يمتلئ بالكترونين البي شوفوا شلون املي البي اول شيء الى الاعلى ثم الى الاسفل يعني ياخذ 6 الكترونز ال دي نفس الطريقه 5 تو اب اند 5 الكترون ان ذا داون الاف 7 for up and 7 for bottom من هذا شنو اللي نعرفه؟ انه يمتلي الاس ب 2 الكترون، p 6 الكترون، d 10 الكترون، f 14 الكترون، 14 الكترون، اوكي؟ okay. هذا كلش مهم انه نعرفه الاس والبي والدي والاف. عرفنا انه شلون نمليهن، عرفنا انه ال S تاخذ اثنين، ال P تاخذ سته ال D 10، وال F 14. اوكي؟ هسه نجي على مسألة مهمة انه شلون أعرف أنا عدد الإلكترونات في كل مستوى طاقة رئيسي. يعني in the first primary energy level or in the second primary energy level وهكذا. خلي نمسح هسه اللي هذا موجود عندنا ونجي على الشكل التالي. الشكل التالي، أنا عندي هذا اللي هو n is equal 1، اوكي، okay. n is equal 2، n is equal 3، and n is equal 4، مستوى الطاقة الرئيسي بشكل عام، طبعا الزاد بهذا الشكل، هاي الـ energy، اوكي. كل واحد من ان هذني الى رمز الان از ايكوال 1 الرمز مالته كي الان از ايكوال تو ال وهذا ام وهذا ان الرموز مالتهن ما ننسى راح تكتب هذول الشغلات اللي قبل شويه تعلمناهن اللي هي الاس والبي والدي والاف هذا قلنا ياخذ 2، وهذا ياخذ 6 وهذا ياخذ 10 وهذا ياخذ 14 أخذها من عندي قاعدة إذا n is equal 1 ياخذ لي فقط مستوى ثاني واحد واللي هو المستوى نبدي منه أنا يعني بس الأس فأكتب هنا أس أوكي وبما أنه الأس ياخذ اثنين هايتو مستوى الطاقة الرئيسي مالته مثل ما نشوفه هنا أنا واحد يعني هذا واحد الرسم مالته الأوربيتال تقدر ترسم أوربيتال وكم إلكترون بي واحد بالعفو بي اثنين ياخذ الكترونيا وأوربيتال واحد، ياخذ الكترونين وأوربيتال واحد، هذا من هو؟ هذا البرايمري هذا الفيرست برايمري انرجي ليفل، فيرست برايمري انرجي ليفل، أوكي؟ زين، إذا 2 راح ياخذ ايش قد؟ راح ياخذ اثنين، هذا وهذا. يعني شنو؟ يعني ياخذ الأس وياخذ الـ P، يعني 2S2 تو تو شنو؟ 2P، تو زين كم الكترون؟ احنا متفقين الأس ياخذ اثنين. والبي اشكد ياخذ سته زين هذا الاس بي اوربيتال واحد والبي بي ثلاثه يعني هنا هسه مجموع الالكترونات بالنسبة للسكند برايمري انرجي ليفل اشكد اكيد ايت الكترون وهذا هذا بي تو الكترون زين انا غير القلم حتى نضوجون ننسى هذا هذا هنا أنا عندي 8 الكترون اوضح وهذا عندي 2 الكترون زين اوربيتالات ايش عندي؟ هذا بي 4 اوربيتال وهذا بي اوربيتال واحد نرجع لهنا انا حبيبي نرجع خلينا نشوف الثيرد برايمري انرجي ليفل الثيرد ياخذ ثلاثه يعني شنو؟ يعني ياخذ الاس والبي والدي حلو يعني اس والبي والدي هذا ب2 وهذا ب6 وهذا ايش قد ب 10 يعني كم الكترون اكيد 18 الكترون يابا كم اوربيتال هذا خمس اوربيتالات وهذا ثلاثه وهذا واحد يعني ايش قد يعني اكيد تسع اوربيتالات نجي ناخذ يا هو خلينا ناخذ الفورس انرجي ليفل فورث برايمري انرجي ليفل هذا اللي نحكي عنه هذا سيكندري هذا سيكندري هذا سيكندري هذا سيكندري لكن هنا من نحكي هذا نسميه برايمري هذا برايمري فيرست برايمري سكند برايمري ثيرد برايمري فورت برايمري اوكي فبما انه فور فاخذ الاس يعني يأخذ كل هن ياخذ الاس وياخذ البي وياخذ الدي وياخذ منه بعد الاف اوكي او او اتفقنا انه الاس تاخذ اثنين والبي ياخذ سته والدي ياخذ قد؟ 10 والاف ياخذ 14 تمام؟ زين نجي نحسب الالكترونات اللي ياخذن شقد؟ حلو 14 و10 اكيد 24 و6 30 اكيد اثنين الالكترون. 32 الكترون 32 الكترون اوكي؟ زين اوربيتال قد عندي هنا؟ هذا بي 7 هذا هنا الاف بي 7 والدي 5 صار 12 و3 15 و1 اكيد 16 الكترون لا 16 اوربيتال سوري 16 اوربيتال نمسح الالكترون <applause> هذا الشرح مهم جدا ممكن تعيده مره واثنين وثلاثه اسمع من عندي وركز واعرف هنا انه انا شلون اقدر اطلع كل مستوى ثانوي او رئيسي وطلع الكتروناته او عدد الكتروناته وعدد اوربيتالاته مستوى طاقة الرئيس الاول ب الكترونين بي الكترونين هنا ب اوربيتال واحد المستوى الطاقة الرئيسي الثاني بي ايت الكترون فورت اوربيتال الثيرد برايمري انرجي لوفول contain 18 الكترون and 9 اوربيتال and fourth energy level contain 32 الكترون and 16 اوربيتال اوكي okay. okay, define orbital. Orbital is a space that contains only one electron or two electrons and symbolized by the symbol square. Okay, يعني الأوربيتال هو الحيز الذي يحتوي على الكترون واحد أو الكترونين ويرمز له بالرمز مربع مثل ما نشوف هنا. أنا. ممكن هذا المربع حبيبي عزيز الطالب أنه يأخذ الكترون واحد بهالشكل أول شيء خلي سهم إلى الأعلى يعني الكترون واحد ثم الكترون إلى الأسفل يعني أدي الكترونية يعني. ok what is the number of orbital in the first and the third primary energy level this is question number A and B what is the number of electrons of second and third primary energy level مطلبين بهذا السؤال يطلب ما هو عدد الاوربيتالات للمستوى الرئيسي الاول والثالث مستوى الطاقه الرئيسي الاول والثالث والمطلب الثاني ما هو عدد الالكترونات في المستوى الرئيسي الثاني والثالث اوكي مثل هيك اسئله احتاج انه اثبت مثل ما راح تشتغل اني كالاتي يعني شلون اولا من يقول لي فيرست اقول له يعني ان از ان از ايكوال 1 اوكي يعني بغض النظر عن هذه الإجابة اللي نشوفها احنا قبالنا لكن الحل النموذجي حتى نقدر نحل هذا السؤال كالآتي أكيد الجواب هو موجود هسه نشوفه بالـ A والـ B لكن شوف شلون طريقة الحل اللي راح تحلها أنا أولا بما أنه يريد من عندي first okay and third أجي واحد واحد first يعني n is equal 1 معناها يعني فقط عندي 1s اوكي okay. اذا 1s الاس ياخذ 2 الكترون اوربيتال واحد هذه بهن الكترون يعني شو يريد من عندي يقول وات is ذا نمبر اوف اوربيتال اكيد بالفيرست 1 اوربيتال 1 اوربيتال اوكي هذا هنا عندي 1 اوربيتال في حين عندي هنا الثيرد ان از ايكوال 3 شنو يعني يعني عندي اني 3 secondary uh, energy level يعني عندي s وعندي p وعندي d ok يعني 3s 3p 3d اوكي هذا بأوربيتال واحد هذا 3 أوربيتال هذا 5 أوربيتال 1 2 3 5 إذا أجعل أوربيتال هذا ب 5 هذا ب 3 هذا 1 العملية صارت واضحة جدا عندي هسه 9 اوربيتال اوكي 9 اوربيتال in the third primary energy level and 1 اوربيتال in the first primary energy level هذا حل اللي هو الشطر الاول اللي هو A اما B ينحل نفس الطريقه خلي نمسح احنا هسه نمسح هذا اللي كتبناه ارجع على اللي يطلبه من عندي شنو اللي يطلبه من عندي؟ يطلب هو هنا عدد ال الالكترونات يطلب من عندي عدد الالكترونات وين؟ في ال second and the third, second يعني n is equal to, اوكي؟ okay. إذا 2 يعني عندي انا 2 secondary energy level، يعني عندي s وعندي p هذا 2s هذا 2p هذا 2 الكترون هذا 6 الكترون، اوكي؟ okay. من هذا شنو؟ شنو اللي اعرف؟ انه هو طالب من عندي عدد الالكترونات ستة زائد اثنين، اكيد 8 8 الكترون هذا رقم واحد رقم اثنين n is equal يزمي عندي ثيرد n is equal third يعني ب ثلاثة بي عندي s و p و d 3s هذا آه طبعا 3 اوكي 3s 3p 3d s طبعا ب الكترونين فول وذ 2 الكترون يعني and p contains 6 electron and the contains 10 electron. إذا سوينا summation هنا يصير عندي هنا الآتي مجموعة هذين كل هين حبيبي هو 18 الكترون مثل ما نشوف بهذا الجواب النموذجي the first level of energy contains one orbital and the third main level of energy contains nine orbitals

<applause> لماذا لا يحدث التنافر بين الالكترونات في الاوربيتال واحد اكيد الاوربيتالات شحناتها سالبه فاذا كانت الشحنات سالبه متشابهه من المفروض انه يحدث تنافر هذا اوربيتال انا عندي هنا وعندي الالكترون الالكترون الى الاعلى والالكترون الى الاسفل بما انه هذا شحنته سالبه وهذا سالب فمن الطبيعي المفروض يعني المنطق يقول المفروض انه تتنافر لكن هنا بالاوربيتال لا تتنافر الالكترونات والسبب يعود للاتي because each electron is twice round it is exists at the same time as it is around the nucleus بسبب انه الالكترون يدور حول نفسه وفي نفس الوقت يدور حول النواة when two electrons intersect in one orbital one is twice around it is exist toward the clock and the other is opposite the clock wise rotation يعني شنو يعني واحد هسهم اثنين هم اي الكترون من عندهم واحد يدور حول نفسه وفي نفس الوقت يدور حول النواة احدهما يدور باتجاه عقرب الساعة والاخر يدور ب بي... يبرم نفسه نقصد بها يبرم نفسه بعكس اتجاه عقرب الساعة بالتالي هذا راح يمنع التنافر بين الالكترونات اوكي ذس ديفاين ذا اوف باو تعريف مبدا اوف باو هذا العالم اللي وضع آه, نظريه لطريقه ملء الالكترونات بمستويات الطاقه فاش قال قال is that secondary energy levels are filled with electrons according to their energy level from the lowest to the highest يعني عملية ملء الإلكترونات لمستويات الطاقة الثانوية تبدأ من الأوطى طاقة ثم إلى الأعلى طاقة يعني إحنا نمثلها بالترتيب الإلكتروني الآتي إحنا نسميها 1s اللي هو اقل طاقة طبعا يبدي هذا المستوى الرئيسي الاول دور عند المستوى الرئيسي الثاني اللي هو 2s2p اوكي okay. ثم يعني هنا انا 1s2 2s2 2p 6 3s2 و 3p 6 and 4s2 طبعا هنا أنا اكيد 2 هنا اكيد 6 فنقول عليها ممكن لتسهيل عملية الحفظ طبعا هذا هنا مستويات الطاقة الزادة بالشكل هذا حسب مبدأ أوف باو ممكن انه نسهل عملية الحفظ نقول عليها اس اس بس بس اس اس بس بس وهكذا تعرفهم الاس اس بس اس حتى يقدر الطالب يحفظها بما انه هنا إن كتبت اس اس بس بس فالاس يبدي برقم واحد وهاي هنا إن 2 ثم 3 and 4 ال p يبدي برقم 2 ثم ال بي 3 كل اس ياخذ 2 وكل p ياخذ 6 2 2 6 2 6 2 1 اوربيتال and 1 اوربيتال 3 اوربيتال And one orbital, three orbital, and one orbital. Fill with this electron, two electron in 1s2, two electron in 2s2, six electron in the 2p6 and 3s2, two electron, 3p6, six electron in here, and two electron in 4s. شوف هاي طريقة ملء الالكترونات وعملية الترتيب الالكتروني بدراستنا صف الثالث متوسط فقط يعني اعلى اعلى ترتيب الكتروني هو 20 متمثلا بالكالسيوم اللي هو هذا الترتيب الالكتروني له اعلى شيء ناخذه هو الكالسيوم ابتداء من الهيدروجين اللي هو الاتوميك نمبر الى 1 ونهايه بالكالسيوم اللي اتوميك نمبر الى 20 اوكي اما الباقيات ان شاء الله يعني بقيه العناصر وبقيه الالكترون كونفيجريشن لبقيه العناصر راح ناخذها في الصف الخامس علمي ان شاء الله لكن في الصف الثالث فقط 20 عنصر مطالب بها الطالب ابتداء من الهيدروجين هيليوم الليثيوم بريليوم والبورون ثم الكربون ثم النيتروجين ثم الاكسجين ثم الفلور ثم النيون ثم الصوديوم ثم المغنيسيوم ثم الالمنيوم ثم السيليكون ثم الفسفور والكبريت والكلور والارجون والبوتاسيوم واخيرا الكالسيوم هذه بعض النقاط المهمة اللي نحتاجها في عملية الترتيب الإلكتروني في الإلكترون كونفيجريشن من أهمها the Atomic number of elements in the number of electrons of the atom elements إنه العدد ذري للعناصر هو يمثل عدد الإلكترونات لذرات العنصر و one orbital no accommodate more than two electrons لا يمتلئ الأوربيتال بأكثر من إلكترونين تخضع الالكترون كونفجريشن الى الهوند هانس رول لقاعدة هوند نمبر 4. the lower secondary envelope field energy first with the electron then the higher energy and so on حسب قاعدة او حسب مبدأ of bow principle of bow انه تملأ مستويات الطاقة الثانوية الاقل بالطاقة ثم الاعلى وهكذا حسب اللي نشوفه 1s 2s, 2p, 3s, High we ss, Bs, Bs, D, Bs, D, best and then but, but. Example 3, write the electron configuration and the order of electrons in the primary energy level for each of the following elements, Phosphor, Aluminium, Magnesium, Neon, Oxygen. If fis take the Phosphor, the Phosphor p, ok, 15 الكترون اوكي الالكترون كونفيجريشن 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 طبعا نجمعها المفروض اذا تجمع الاعداد اللي 2 ب2 ب6 ب2 ب3 اكيد يطلع 15 الكترون نرسم الاوربيتالات 1 orbital 1 orbital 3 orbital One orbital and the three orbital. Two electron and two electron. One, two, three, four, five, six, two electron and the three only electron in the outer shell. Okay? In the outer secondary energy level. But contain five electron, contain five electron in the outer shell or in the last energy level 5 electron in the last energy level okay about aluminum Al Al contain 13 electron electron configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 only Okay. إذا هنا سوينا سميشن للإلكترونات اللي موجودة راح يمثل الرقم اللي هو 13 أرسم الأوربيتال 1 أوربيتال أند 1 أوربيتال أند 3 أوربيتال أند 1 أوربيتال أند 3 أوربيتال هنا نفل 2 الكترون أند 2 الكترون هذا رقم يمثل عدد الإلكترونات 6 الكترون 1 2 3 4 5 and 6 and 2 الكترون in here only one الكترون in the P. اوكي. ان الالمنيوم contain contain 3 الكترون 3 الكترون in the outer shell. طبعا نلاحظ هنا أنا حتى نقدر نميز شوف اذا كان الرقم يعني اللي انتهى به هو نفس الرقم اللي قبله هذا نفس هذا الرقم يجمع الارقام اللي فوق اللي هنا عندي. يعني هذا 3p قبل 3s لو كان مثلا 2s ما يصير ما يجمع اللي فوق اذا هنا اختلفت الارقام ما اقدر اجمع اللي فوق مثل ما نلاحظ هسه ان شاء الله في الامثله الباقيه اكزامبل 3 نفسه بس ناخذ المغنيسيوم ام جي ام جي اتوميك نمبر 12 1s 2 2s2 2p6 3s2 اوكي okay. اوكي okay. من اريد ارسم طبعا هذا اوربيتال 1 اوربيتال 1 اوربيتال 3 اوربيتال اند 1 اوربيتال هنا انا عندي هاي الاوربيتالات اجي امليهن هذا يمتلى ب 2 هذا 2 اعتمادا طبعا على الارقام اللي موجوده عندي هنا يعني هاي 2 خليت هنا 2 شوف هاي بهالشكل. هذا 6 1 2 3 4 5 6 هنا ما يصير اجمع هذا الاثنين ويا 6 بسبب الارقام شنو مختلفة different in فاقول هنا أنا عندي انا هنا أنا اثنين الكترونين والعدد الالكترونات in the outer shell or in the last energy level 2 الكترون يعني هذا ينتهي ب 3s2 هذا ينتهي ب 3s شنو؟ 2 هذا العنصر. العنصر اللي بعد اللي هو النيون من اريد ارسمه اقول له ان اي -E. طبعا هو الاتومك نمبر الى 10 هنا أنا 1s2 2s2 2p6 يعني هنا سميشن الهن 10 اوكي اجي ارسم الاوربيتالات اوربيتال اوربيتال three orbital in the p okay املأ هنا 2 الكترون two electron two electron one, two, three, four, five, six. هنا باوع الأرقام متشابهة عندي إذا متشابهة شو أسوي؟ يعني هنا أنا عندي eight electron in the last energy level نجي للأكسجين أكسجين أكسجين contain eight electron configuration 1s2 2s2 2p4 اوكي هذا هنا أنا اوربيتال واحد اوربيتال واحد وهنا أنا اكيد عندي 3 اوربيتال امليهن هذا ب2 حسب ما نشوف وهذا ب2 هذا عندي 4 1 2 3 وهذا ال4 اوكي okay. الاحظ الارقام متشابهه يعني شو اسوي يعني اجمع هذن الارقام بالتالي العدد الالكترونات هنا هي 6 الكترون in the last energy level contains 6 الكترون in the outer shell يعني بما ننتهي ال order of electrons in the primary energy level و 2 s 2 2p4 اوكي هذا اللي نحتاجه احنا اعزائي طلابنا طلاب صف الثالث متوسط وصلنا الى نهايه درسنا لهذا اليوم اللي كان يخص موضوع الالكترون كونفيجريشن الالكترون كونفيجريشن ان شاء الله الدرس القادم سيكون الخاص بالبيريودك تيبل وراح نشرح البيريودك تيبل اللي خاص بال البيريود اند ذا جروبس وراح نتعرف على الاليمنتس وراح نتعرف على ال بروبرتيز اوكي للجدول الدوري انتظروني تابعوني على اليوتيوب تابعوني على التليجرام قناتكم الاساسيه اللي انا مسويها لكم اللي هي خاصه بالمتميزين وكل دروس المتميزين ان شاء الله راح اتعب عليها واشتغل لكم اياها وان شاء الله ما اريد من عندكم فقط دعائكم لي تحياتي لكم حبايب الحلوين مع السلامه